نار من قبل ميليشيا الحوثي وصالح باتجاه المدنيين. هؤلاء الذين يحاولون الدخول والخروج من المدينة يحملون كما نرى أنابيب الغاز. ممكن تتحدث معنا أستاذة؟ هذه إحدى الأمهات تحمل على. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من أين أتي؟ أجت من برباشة. ماذا تحملين؟ غاز. امشي امشي لك. كمل مع الأخت. تعالي 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 هنا آمن هنا آمن. الوضع خطير وإطلاق النار لا يتوقف. تعالي أختي هنا. لحظة. هناك إطلاق نار كثيف كما قلنا باتجاه المدنيين. حصل اشتباكات والناس لا يمتلكون إلا اليوم وهو اليوم السبت للدخول والخروج، ومع ذلك هناك اشتباكات عديدة. هنا من يطلق النار هناك؟ نحن لا نعلم بالتحديد، ولكن هم يقولون اشتباكات بالأسفل أي بينهم وبين قوات المقاومة. ما الذي يعني؟ ما قال ابني مثل ماذا ابني؟ أنتم تحاولون المرور الآن؟ أيوة نحاول المرور. هذه احنا الحين اشترينا نزول عندي لنا غاز، لا يخلوا احنا نطلع غاز ونطلع سكر ونطلع حاجة الله يهدد احنا. يقول احنا يا هي الحوثيين والمتحوثين كلهم اصحاب نازي، ما يخلوا احنا. من يتمركز في الجهة المقابلة؟ ها؟ من يتمركز في الجهة المقابلة؟ ابو مهند والحوثيين. الحوثيين ما حطوا احنا نطلع نشتبه. انا بالضبط ما حدث الان، يعني ما حصل الان؟ ما حصل الان احنا بيطلعون يتقنصوا علينا ويرموا علينا، قتلوا ذر واحد هنا قدامكم ولا لا؟ الان الان قتلوا واحد هم بزوروا ضربنا بالراس. انت يعني شفتوا الان يضربوا علينا هذا، احنا خلاص احنا قاوعين. لا معانا بور، لا معانا غاز، لا معانا معانا الا وقر رحمه. قرقعوا هنا شاب متوبانا شتتوا هنا يرقدوا هنا بعض احيان بالشوارع.